ويا يا أبتا أي ليلة هذه؟ يقول محمد بن الحنفية بتنا ليلة الواحد والعشرين وقد سرى السم في جميع بدن أمير المؤمنين. نظرنا إلى رجلي وقد احمرتا من أثر ذلك السوم. قدمنا له الطعام فأبى، قدمنا له الشراب فأبى، فآيسنا منه. الله الله، يقول محمد آيسنا، آيسنا من حياة علي. في مثل هذه الليلة ليس في دار علي لا طبيب ولا غريب، ليس في داره إلا العائلة. وإذا بأمير المؤمنين يجمع العائلة حوله. نظر إلى أبنائه فجعل يناديهم واحدا واحدا بأسمائهم فيأتون إليه فيضمهم إلى صدره ويقبلهم. ثم دعا بالحسن والحسين اقتربا منه، ضمهما إلى صدره يقبلهما طويلا. ينظر إلى وجوههم ويبكي. قال الإمام الحسن: أبا لماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال: بني اعلم أني رأيت رسول الله قبل الكائن بليلة فشكوت له حالي من الأمة، فقال: يا علي ادعوا عليهم. قلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: لقد استجاب الله دعائك يا علي، أنت صائر إلينا بعد ثلاث. بناي وقد انقضت الثلاث، وإن يومي هذه الليلة. فضجوا ونادوا عليه وإماماه. ثم قال لأبنائه من غير فاطمة: إن الإمام من بعدي هو الإمام الحسن، ومن بعده الإمام الحسين، فاسمعوا لهما وأطيعا. ثم قال: بني حسن، إذا أنا ميت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط جدك رسول الله. خل نسأل أمير المؤمنين: كم قطعة بقيت يا علي؟ كم قطعة؟ قال: بني زينب علي بالأمانة الإلهية، جاءت بالأمانة الإلهية. قال: أخرجي ما فيها. أخرجت وإذا بكفن. بني زينب، فواحد لأبيك وواحدة لأخيك الحسن. أمير المؤمنين، الحسين ماكو إلى قطعة. آه، على قطعة للحسين. تفت إليه: بني أبا عبد الله، أنت شهيد هذه الأمة، تكفنك الخيل بحوافرها.
أنت شهيد هذه الأمة فعليك بالصبر يا ولدي. بني حسن ثم ضعني في سريري وقفا عند مؤخرة السرير، فإذا ارتفع المقدم فارفع المؤخر، وسيرا حيث يسير المقدم، فإذا وضع المقدم فضع المؤخر، وقف وصل علي وكبر سبعا، واعلم أن ذلك لا يكون إلا على رجل يخرج في آخر الزمان، هو مهدي هذه الأمة، هو من ولد أخيك الحسين. ثم نح السرير وأزح التراب، ستجد قبرا محفورا وساجا منقورا. ثم أنزلني في قبري ثم انظر إلي فإنك لن تجدني، اعلم أنه ما من نبي يموت في شرق الأرض ويموت وصيه في غربها إلا وجمع الله بين روحيهما وجسديهما ساعة، فإذا رأيتني عدت إلى القبر فأشرج اللبن وأعفي التراب وأعفي قبري. آجركم الله، نظرت زينب وإذا بعلي يرشح عرقا، وعلي أبا ما لي أراك ترشح عرقا. قال بني سمعت من جدك رسول الله أن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه. آه آه، يقول جاءت وانكبت على صدره وقد التفتت إلى الإمام الحسين، يقول له يا حسين نشدك يا ولينا، يا حسين لا تخفي علينا، اشو والدي عرق يرشح جبينه. قلها يا زينب يا حزينه، اخبرك خبر لا تظهرين، احنا من ابونا مآيسين، عند الفجر كهفك تفقدينه. لما سمع ذلك زينب قل له أبا حدثتني أم أيمن بحديث، حدثني بحديث أم أيمن. فقال بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني أراك مع أخواتك على عجف المطايا. يدار بكن في هذا البلد، قيل تروحين يا زينب سبية وياك كل الفاطمية، وحسين يبقى على الوطية وعباس عالشاطي رمية. ثم التفت إلى الحسن والحسين أشار إليهما، اقتربا، قال أبنائي أوصيكم باليتامى، وتكفلوا بالأيتام بعد يا يتامى، اعطوا الوفد حقا وباروا للأيا. أنا عندي علم هالشهر ما تم صيامه، أوصل اليوم الواحد وعشرين، واشي تلتم عليكم كل مصيبة وكل بلية، انت تموت بسم من كف الدعية، واخوك يا ابني ينذبح في الغاضري،
ويبقى ثلاثة أيام مرمي بغير تغشي. يقول للإمام الحسين أبي ما أعجب مصيبتك؟ يقول له يا أبويا مصيبتي ما هي عجيبة، عجيبة أسهامهم جسمك تصيب، عجيبة من تظل زينب غريبة وتتيسر يا أبويا ذيك أهل خدها. يقول له عجيب، يلا إذا تتحمل. يقول له عجيبة من يحز الشمر نحرا، عجيبة من تدوس الخال صدره. أوه وحشي. يقول جاءت زينب وقفت أمام أبيها، قال لي يا أبويا تدريني ما جف دمع عيني، حد من تخليني بعدك يا داحلبة، من زغر مهضومة كل عمري محرومة، مثل أمي مظلومة يومي عندي مصاب، لتنزف دمي ولا عيش أنا بهمي، هسه ذكرت أمي يا بيوم الباب. اسمع يقلها على هونش بالطف يسبونش، وهنا يجيبونش أعظم وشد مصاب. تقول له أبا إذا تخير لي كافر. قالها بني انظري هؤلاء إخوتك ماذا تريدين؟ تقول له أنا أريد من أخوتي اللي يخدموني، اللي يخدموني، وأما الحسن وحسين تخدمون عيوني يا اخوان اسبع، وان كان بالله تسالوني قلبي يختار البطل عباس الشفيه. يقلها يتكفلك عبا ابني شديد البا، يبقى بلي وجفوفه فوق ترى. تقل بضعيف الصوت يعني ما يضربوني. تقل بضعيف الصوت يعني ما يضربوني، ولا بعد على الهزل يا بيركبوني، ولا يسلموني خماري وبمجلس يدخلوني، ولا بصياط يضربوني مثل أمي المهضومة. يا لها من ليلة. تقول له أبا أماضن أنت؟ قال بلى بني لقد دنا الرحيل والأجل، عندك وصية؟ قل له بلى. بويا أوصيك بوصية وادري بيها مؤلمة، من ينازلوك القبر سلم على أمي فاطمة. بويا أوصيك بوصية وادري بيها مؤلمة،
من ينازلوك القبور سلم على أمي فاطمة. ما أشك أنا يا أبويا من ينازلوك القبور بجلك أمي الزهرة ويجري دمها من الصدور ويتلزم للضلع ويد على خادها المنصطر تبكي لام صابك يا بويا بالدموع الساكمة من تجيك أمي الزهرة ويجري من خادها الدمع مع الصبا مثلك يا بويا منها مكسور الضلع بالله سلم لي عليه يا علي حام الشرع قلها زينب أصبحت من بعد عيني ميتم. بعد عندك وصايا؟ بلا وصية واحدة. قلها موعدي وياها أنا يا باب في أرض الطفوف هناك كلنا نجتمع يا مصرع حسين العطوف ننظر الجسم مبضع بالرماح وبالسيوف آجركم الله أغمي على أمير المؤمنين فلما أفاق قال السلام عليكم يا رسول ربي وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه وفاضت نفسه المقدسة رحم الله من نادى وعليه رحم الله من نادى وإماما ضج أهل البيت ضج واحد ومصيبة Thank you.